تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم لا سيما جرائم الغش التجاري وجرائم الإضرار بالبيئة. في هذا الإطار وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة مكبرة بنطاق مديرية أمن السويس استهدفت مصانع ومخازن غير مرخصة، تمكنت خلالها من ضبط مخزنين ومتجرين ومصنعين وثلاجة ومجزر بدون ترخيص للمواد الغذائية والأعلاف الحيوانية والداجنة وحفظ اللحوم وإعادة تصنيعها بمضبوطات بلغت 46.5 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر، وقرابة 18 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما نجحت الإدارة ومن خلال حملة أمنية مكبرة بالجيزة في ضبط 4 مصانع ومخزن بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة الأعلاف الحيوانية والداجنة وتدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية وتداول المياه المعدنية بمضبوطات بلغت 97 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير صالحة للاستهلاك الحيواني و70 طن مخلفات معدنية مغشوشة ومقلدة و13 طن مخلفات خطرة بلاستيكية ومياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبالقليوبية تمكنت الإدارة من ضبط 6 مصانع غير مرخصة لإنتاج وتعبئة المنتجات الغذائية والبلاستيكية من مواد مجهولة المصدر، حيث أمكن ضبط قرابة 10 أطنان مواد غذائية وقرابة 31 ألف قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر وأكثر من 16 طن بلاستيك ومصنعاته مغشوشة ومقلدة. واستمرارا لجهود الإدارة في مكافحة جرائم الغش التجاري، تمكنت وبنطاق محافظة بورسعيد من ضبط متجرين وخمس سيارات لتداول الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة الزراعية والأسماك بدون ترخيص، وبلغ إجمالي المضبوطات 6 أطنان أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وخمسة أطنان ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر وخمسين ألف وحدة أسماك زريعة محظور اصطيادها وتداولها بالأسواق بدون ترخيص. وبنطاق محافظة الإسماعيلية نجحت الإدارة وفي مجال حماية الثروة الزراعية في ضبط مصنعين ومحل بدون ترخيص بمضبوطات بلغت قرابة 3 أطنان أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وأحد عشر طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وقرابة 4 أطنان مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط مصنع ومخزن وثلاجة بدون ترخيص بالإسماعيلية بمضبوطات بلغت 3 أطنان لحوم وأسماك مجهولة المصدر و35 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وضبط مخزن ومصنع بدون ترخيص بالقاهرة بمضبوطات بلغت 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وقرابة 7 أطنان لحوم مجهولة المصدر. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 50 قضية تعدي على نهر النيل والمجاري المائية بالقاهرة والجيزة والشرقية، كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حماية منافع الري والصرف بالقاهرة والجيزة والقليوبية